خوتنا صباح الخير عليكم، ان شاء الله تكونوا ملاح. بون، هذا هو الطريق الوطني رقم 66 اللي جاي في وسط الجبال، اللي يربط ما بين ولايه عين الدفله وولايه تيبازا. الشطر مناصر بتيبازا، وعين السور بولايه عين الدفله. عين السور هذه تابعه لبلديه عين التركي. هذا هو الطريق جاي في وسط الجبال تاع زكار. هذا كامل راح تشوفوه اليوم معنا ان شاء الله في الفيديو. هذا كامل راح نجوزوا عليه، وطالع طالع منا يخرج حتى عند العسكر الفوق. هذا هو الطريق رايحين تشوفوه معنا ان شاء الله. هكذا خوتي، شوفوا وين جاي في وسط الجبال. هذا الطريق خوتنا باش يكون في علمكم بلي راهو مغلوق لحد الساعه، راهو من 94 مغلوق. سمع عنده تقريبا نقول 30 سنه ولا اكثر ملي راهو مغلوق. المهم راح نشوفوا معنا هذا، راح تشوفوا معنا اليوم فيديو تاع هذا الطريق كامل، راح نجوز عليه كامل من الجهه التحتانية من اللي يبدا حتى تقريبا عند العسكر، وراه مغلوق الطريق. هكذا خاوتي، ان شاء الله يعجبكم الفيديو. المهم هذا هو الطريق الوطني رقم 66، ان شاء الله بربي يفتحوه، ان شاء الله ربي يفتحوه ويسهلوا علينا، نولوا عندنا نص ساعه نكونوا في تيبازا في شرشال. نص ساعة نكونو مناصر سيدي عمار شرشال، ولا مناصر سيدي عمار ناظور تيبازا، هذي خرجها فيها كامل. هذا هو الطريق، هاكم تشوفو حركة السير هنا كاينة نورمال عادي. أهل المنطقة أصحاب المنطقة هنا اللي يسكنونا في عين السور يجوزوا عليه. هذا هو. المهم خوتا خوتنا، هيا ريحوا معنا بتشوفوا هذا الطريق. هيا